مشاهدينا الكرام مرحبا بكم. اليوم الثلاث 28 ماي 2024، واحد الشاب قتل امراته ونسيبته وولده صغير عنده 5 ديال الشهر. التفاصيل الكاملة لهذه المجزرة العائلية بعد هذا الفاصل. في التفاصيل، أقدم شاب عشريني بدوار سيدي بوعمر التابع لجماعة إغواطيم بإقليم الحوز على ارتكاب مجزرة بشعة في حق أفراد عائلته في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 28 ماي 2024، بعدما عمد إلى تمرير آلة حادة حول عنق زوجته وتوجيه طعنات قاتلة إلى ابنه وحماته، تاركا إياهم غارقين في دمائهم. وأفادت مصادر طليعة من عين المكان بأن الشاب البالغ من العمر 26 سنة أقدم على توجيه ضربات بآلة حادة إلى زوجته قبل أن يقوم بذبح شريكة حياته بمنزل أسرتهم بدوار سيدي بوعمر، كما وجه طعنات أخرى قاتلة إلى ابنه البالغ من العمر 5 أشهر وحماته الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة على الفور، فيما وجه طعنة أخرى إلى أخت زوجته وقد تم نقلها في حالة خطيرة إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمدينة مراكش. وكشفت مصادرنا أن الجاني بعد فراره قام بالاتصال بنسيبه عبر هاتفه النقال وأخبره بنيته الإجهاز عليه قبل أن يقدم على الانتحار، وهي التطورات التي خلفت حالة استنفار قصوى لدى عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية التي باشرت تحرياتها وأبحاثها لتوقيف الجاني. وقد تم توجيه جثة الهالكين نحو مستودع الأموات قصد التشريح، في حين جرى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كل ظروف وملابسات هذه النازلة.